مبروك لجماهير نادي الاتحاد، غارت لك لنادي الكرامة. الحمد لله بالرغم كل الظروف اللي عدينا فيها، قلة تمرين، قلة انسجام، قلة تحضير، الأخير وصلنا لنهائي الكأس. لما ندخل نحن على أي مباراة بكل كل ظروفنا نلعب باسم النادي الأهلي، الحمد لله حسنا نوصل. أكيد طامحين للثلاثية التاريخية، طامحين أكيد نرجع على حلب بالفوز بلقب كثير كبير. نادي الوحدة نادي موسهل أبدا، أكيد بده يعوض الشيء اللي فقده ببطولة الدوري. نحن أكيد راح يكون قدها، نحن ما لنا جاهزين، ما حدا مننا جاهز، كل لاعب عم بقدم يمكن أقل من 40% من مستواه. إن شاء الله بمباراة نهائي نكون كلياتنا بالفورما، كان نديم كان توفيق كان جميل كان إسحاق كان علي، نلزم كل لعيبتنا. أكيد طموحنا نربح الكأس، نوعد جمهورنا بمستوى أفضل بكثير من اللي عم نقدمه. مبروك لنا وهارد لك نادي كرامة.